السلام عليكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم. النهاردة النادي الأهلي ومن بضع ساعات أعلن خبر وفاة زياد إيهاب حارس في النادي الأهلي مواليد 2003. زياد إيهاب كان الحارس الأساسي لفريق 2003، وحسب كلام كابتن خالد بيبو إن كان لاعب ملتزم دينيا جدا، وكان كمان من أحد المواهب الكبيرة الصاعدة في النادي الأهلي في الفترة الحالية. اللاعب كان ملتزم جوه الملعب وبره الملعب، وجميع في النادي الأهلي بيشهد له بحسن الخلق والالتزام. ولكن النهارده النادي الاهلي اتفاجئ الصبح بخبر وفاه زياد ايهاب، وسبب الوفاه نقلا عن اليوم السابع ان هو سقط من الشرفه بتاعه البيت بتاعهم في عين شمس. فطبعا الصحف في مصر ما بطلتش تدوير، ودخلت على صفحه اللاعب وكلام من ده وتشوف كان بيعمل ايه، ولقوا ان هو كان في رساله كان منزلها او في بوست كاتبه على الفيسبوك قبل ما يموت بساعات، وكان كاتب محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهمه. والناس قعدت تربط الكلام ده ما بينه وما بين ان هو وقع من البلكونة، ولكن كل الناس المقربين منه بتقول ان اللاعب كان ملتزم جدا دينيا وخلقيا، ومحدش فاهم ايه اللي حصل، بس هم اتفاجئوا ان اللاعب سقط من الشرفة نزل توفاه الله. فياريت كل ندعي له بالرحمة، وان ربنا يغفره ويصبر اهله. بس كده، سلام.